تحذيرات من وباء أخطر من كورونا يهدد البشرية. حمى الاحتجاجات في لبنان من طرابلس إلى بيروت فصيدا، وكندي يدخل غينيس من بوابة الفلفل الملتهب. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. رغم مواصلة فيروس كورونا فتكه بالبشرية، تحذير جديد أطلقته منظمة الصحة العالمية من احتمال تفشي جائحة أخرى بسبب فيروس نيبال القاتل. وبحسب تقرير لصحيفة The Guardian، فإن فيروس نيبال الذي تم اكتشافه لأول مرة في ماليزيا عام 1999 تصل نسبة الوفيات منه إلى 75%، بينما تنتشر العدوى بسرعة كبيرة ولا يوجد له علاج حتى الآن. وكما كان الحال مع كورونا، فالخفافيش من صنف الثعالب الطائرة هي الناقل الرئيسي لفيروس نيبال في الطبيعة، خصوصاً في الصين وجنوب شرقي آسيا وغينيا الجديدة وأستراليا. تعبيراً عن تضامنهم مع المحتجين في مدينة طرابلس، نظم عدد من المتظاهرين اللبنانيين وقفات احتجاجية في مدينة صيدا وفي العاصمة بيروت. انتقدوا خلال حملة الاعتقالات التي جرت في طرابلس، وبعد 4 أيام من الهدوء في طرابلس عادت الاحتجاجات إلى المدينة ومناطق لبنانية أخرى، وذلك عقب تظاهرات غاضبة تخللها قطع للطرقات وأعمال عنف واعتقالات في صفوف المحتجين، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بعد فرض إغلاق عام في البلاد للسيطرة على تصاعد تفشي فيروس كورونا. بعد طول انتظار، وصل فريق منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصول جائحة فيروس كورونا، وصل إلى سوق بايشازو وهو أحد أكبر الأسواق الرطبة في ووهان الصينية، محاطين بمجموعة كبيرة من المسؤولين والممثلين الصينيين. في حين يعتقد أن منشأ فيروس كورونا هو أحد أسواق بيع اللحوم والحيوانات في ووهان، قالت منظمة الصحة العالمية إن الفريق يعتزم زيارة مستشفيات وأسواق مثل سوق وانان للمأكولات البحرية والمرتبط بالعديد من الحالات الأولى، فيما من غير المرجح أن تؤكد زيارة واحدة فقط لتلك الأسواق حسم مسألة أصل الفيروس. كما يقال الجنون فنون، ففي منطقة لندن بأونتاريو الكندية نجح مايك جاك في تناول 3 رؤوس من أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم في أقل من 10 ثوان فقط، ليحطم بذلك الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس. الفلفل من فصيلة كارولينا ريبر، وهو بحسب غينيس أكثر أنواع الفلفل الأحمر حرارة على الإطلاق، حيث يوفر 1.5 مليون وحدة سكوفيل الحرارية، وهي مقياس قوة المذاق الحار، فيما يبلغ متوسط حرارة فلفل هالوبينو مثلاً بين 2500 و8000 وحدة سكوفيل.